هذا هو العميد المصري سمير راغب الذي صرح بأنه إذا أصر نتنياهو على البقاء في محور فلادلفيا فإن على القاهرة أن تتخذ خطوات صارمة تجاه إسرائيل. أولا، تجميد المشاركة بالتعاون مع قطر في مباحثات الوساطة بشأن إطلاق الرهائن، وإبلاغ العالم كله بفشل العملية التفاوضية لئلا يستغل نتنياهو الفرصة لكسب المزيد من الوقت بينما ينفذ مخططات أخرى. ثانيا، يتم سحب السفير المصري من تل أبيب وإبلاغ سفير إسرائيل بمصر بأنه شخصية غير مرغوب بها في مصر. وثالثا، العودة إلى الجانب الأمريكي فيما يتعلق باتفاقية السلام كامب ديفيد باعتبارها الدولة الراعية للاتفاقية. ورابعا، اللجوء إلى مجلس الأمن بالشقين مخالفة بنود الاتفاق وشق مخالفة شروط التفاوض، والمأساة التي بتحصل في غزة أو بتخص غزة.